أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم. أكيد بنشكر زميلتنا دعاء جبر على الفقرة الحوارية، وفعلا موضوع حلو، وضيفتها كانت الأستاذة ياسمين يوسف، مؤسسة مشروع سلام ومطورة المحتوى. يعني فعلا فعلا شيء مفيد، يعني جميعا إن شاء الله بنستفيد، وخصوصا الشباب يعني بمثل هذا المشروع. وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعنا موضوعين طفوا على سطح السوشيال ميديا. رح نتابع مع بعض مشاهدينا الكرام بأول متداول، خمس أشقاء فلسطينيين من عائلة أبو جزر في رفح جنوبي قطاع غزة أتموا معا حفظ القرآن الكريم كاملا، ما شاء الله عليهم. رح نشوف صورتهم بجننوا، الله يحماهم ويحفظهم. وهي الصورة طلع على شاشتنا، يعني ما شاء الله زهور ورود، شو بدي أحكي، الله يحماهم ويحفظهم. وأنا بشعر أنه يعني هذا هو العلم الحقيقي، لما فعلا ابن من أبنائنا يحفظ القرآن الكريم كاملا، الله يربي ينفع فيهم ويثبتهم على ما حفظوا. نأخذ بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. سهى بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يحفظهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، آمين رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. اللهم صلي عليك يا حبيبي يا رسول الله. نشوف رسالة تانية، روان بتقول ألف مبارك يا رب وهنيئا لهم، حفظ كتاب الله ولوالديهم تاج الوقار. ورسالة أخرى من عمر بيقول اللهم اجعلنا من أهل القرآن وممن تعلمه وعلمه، اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا حجة علينا، آمين يا رب العالمين. محمد الخلايلي بيقول نيالهم كسبوا الدنيا والآخرة، بسم الله ما شاء الله، فعلا هو هذا الحصاد، حصاد الدنيا وحصاد الآخرة، ما في أجمل من كلام الله عز وجل. وهي كانت بعض التعليقات على هذا الخبر. رح ننتقل لفيديو وعبارة عن لحظات مؤثرة يعني تحرك القلوب من مكانها. الأسير محمد الشنتير منفذ عملية الخليل، رح نشوفه هو في وداع لأهله بعد محاصرة المنزل وقبيل اعتقاله. وخلينا نشوف هذا الفيديو، الفيديو كافي أن يشرح لكم هذه المشاهد. يلا بكل فخر، والله سيندحرون وبإذن الله سيندحرون عن هذه الأرض المباركة، لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل، ومن بني على حق فسينتصر، ومن بني على باطل بإذن الله سيهزم ويولون الدبر. كم هي صعبة هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، عندما تقبل الأم يعني ولدها فلذت كبدها، وتعلم ربما لن يعود، تعلم ربما سيبقى أسير أو ربما سيستشهد، الله أعلم الله أعلم. وشاهدنا قديش فعلا في قوة، قوة كبيرة وبطولة بين هذه المشاعر الممزوجة بين الخوف والألم من الفراق، ما شاء الله عليهم أجمعين. رح نقرأ بعض التعليقات. زياد بيقول والله إننا نخجل منكم أيها الأبطال، أيها الصامدون، أيها المرابطون داخل الأرض المحتلة، عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر، آمين يا رب.
محمود حيسن الاحبطاط بيقول هؤلاء هم الأبطال، هم الرجال المجاهدين الصادقين الذين صدقوا الله ورسوله الذين لا يخشون إلا الله. وأحمد سبحان من أعزه ومن عليه بالعزة والشموخ، سبحان الله. وأيضا خالد بيقول الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا رب العرش العظيم. هذا كان آخر تعليق، وهذه بعض التعليقات التي كانت على هذا الفيديو اللي مليء بالمشاعر المختلطة بين الألم والفراق والبطولة. سبحان الله، يعني ندعو لمحمد الشنتير يا رب أكيد الرضا من الله عز وجل، وندعو له يا رب أن يكون إن شاء الله من الصابرين ويفك أسره قريبا وعاجلا يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الفيديو يكون انتهى لقائنا معكم إن شاء الله. نلقاكم في الحلقات المقبلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله على خير، ونترككم في أمان الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.